أيها السادة، بعد قليل سنستمع إلى مسرحية الشريط الأخير من تأليف سامويل بيكت. وسامويل بيكت من أعلام مسرح الطليعة، على الرغم من أنه قد جاوز حدود الشباب، فهو يبلغ اليوم 55 من عمره، وعلى الرغم من زهده في الشهرة ونفوره من الحياة الاجتماعية وتعمده الابتعاد عن الأضواء، إنه يعيش في الريف في قرية من ضواحي باريس، ولكنه أيرلندي أصيل، ولد في دبلن عام 1906 وأتم دراسة الآداب في جامعتها عام 1927، ثم اشتغل بتدريس اللغة الإنجليزية في مدرسة المعلمين العليا بباريس، وبتدريس اللغة الفرنسية لمواطنيه في جامعة دبلن. ولا شك في أنه تأثر بالكاتب الأيرلندي الكبير جيمس جويس، فقد عمل سكرتيرا له وترجم إلى الفرنسية بعض كتبه. ونشر بيكت في لندن أعماله الأولى، وهي أشعار وقصص طويلة وقصيرة ودراسة عن الأديب الفرنسي مارسيل بروست. وقد استقر سامويل بيكت في فرنسا منذ عام 1938، وأصدر في باريس مؤلفاته الأخيرة التي أنشأ معظمها باللغة الفرنسية رأسا، ومنها قصص ومسرحيات فذة أثارت جدل النقاد لخروجها على المألوف وإمعانها في الإغراب والغموض وجرأتها في تصوير عذاب الإنسان المعاصر. ولعل أشهرها مسرحية في انتظار جودو التي ظهرت عام 1952 ومثلت بعدة لغات في عواصم أوروبا. والحق أن تلك الصور الحالكة السواد تعكس ظلال الفلسفة الوجودية القاتمة، وإن كان بيكت ينفي أنه من قراء الفلاسفة أو أنه يريد أن يبرهن على أي شيء. وها هي ذي آخر مسرحياته، مسرحية قصيرة عنوانها الشريط الأخير، كتبها بالإنجليزية أولا ثم بالفرنسية، وأخرجتها لندن عام 1957، ثم قدمها جان فيلار على مسرحه التجريبي الجديد بباريس عام 1960. بطل هذه المسرحية وممثلها الوحيد يدعى كراب، وهو رجل عجوز نعلم من بعض عباراته أنه كاتب قصصي، وأنه أنفق شبابه في الدرس والتحصيل، غير أنه أمامنا في هيئة زرية، رث الثياب، أشعث الشعر، متبلد قذر، قد اضمحلت قواه حتى لا يكاد يعجز عن الحركة ويشق عليه المشي في حجرته. لقد اعتاد أن يسجل بصوته في كل عيد من أعياد ميلاده شريطا يسرد فيه خلاصة ذكرياته عن العام المنصرم، لكي يستمع إليه في الأعوام التالية ويعتبر بما ألم به من تجارب. وسوف نرافقه وهو يستعيد شريطا قديما ثم يسجل شريطه الجديد. كراب إذن شيخ جلس لينظر في ماضيه، وقبل أن نستكشف ماضيه من شذرات أحاديثه المسجلة، ها نحن نستعرض حاضره كما يبدو لنا. من عساه أن يكون هذا المخلوق الغريب الأطوار؟ إنه صامت كالأبكم، هامد كالمقعد، إذا حاول الكلام أحيانا اضطربت شفتاه بلا صوت، وإذا غضب صدرت عنه غمغمة دفينة غليظة في لهجة السباب، وإذا تحرك فما الذي يفعله وإلى أين يذهب؟ إنه سجين حجرته، يخطو ببطء عددا محدودا من الخطى، هي نفس الخطى كأنه الآلة الصماء. ثم تخطر له فكرة مفاجئة، فنظن أن هذا الإنسان غير الناطق، كائن مفكر على الأقل، ولكننا سرعان ما نلاحظ أن فكرته تكرار لفكرة سابقة مقصورة على قضاء حاجة معينة، وما أقل حاجاته الآن. إنه أسير بقية باقية من عاداته، ومن هذه العادات ما يأتيه في الظلام المترامي حول بقعة النور التي يجلس فيها، ولعل النور يدل على منطقة الوعي من سلوك الإنسان، والظلام يدل على ما يجري في غياهب العقل الباطن
أو ما يحرص الضمير الأخلاقي على ستره وإخفائه. هناك في مؤخرة المسرح المعتمة قد أدمن كراب شرب الخمر، بيد أننا لا نرى الزجاجات وإنما نسمع صوت فتحها واحدة تلو الأخرى، ولا نلمح من ذلك إلا أنه يمسح فمه بيده عندما يعود إلى بقعة النور. هذا الجمود والتحجر، هذا القعود والإملاق، هذه الحركات الآلية القليلة الهزيلة التي تكاد تنعدم فيها شخصية الإنسان وكرامته، ليتها كانت من أعراض الشيخوخة وعللها. كلا، إنها تلازم كراب منذ عهد بعيد، كما ندرك ذلك من عبارات سجلها في ختام سنة غابرة. تلك أغلال قيدت شبابه أولا، وهل الشباب في نظر بيكيت إلا نبوءة شؤم بما سوف تنحسر عنه الشيخوخة من فساد؟ لقد اعتاد الناس تزيين الشباب بألوان البشر والمرح، وتخيلوه ناضرا كالزهر، عاطرا بالأمل، زاخرا بكنوز الحياة، ولكن الشباب هنا ليس بالنضارة والبهجة والفتوة، ليس تلك القوة القادرة على تحقيق عظيم الأعمال والمفاخر وتشييد صروح المجد والخلود، بل ولا هو السن المتعة المنعشة واللذة الحافزة والشغف الذي يدفع إلى التقدم. كلا، إنه عهد استعباد للغرائز والجنس والأنانية، عهد نكوص وتخاذل وانطواء عقيم، شباب بلا عزيمة ولا همة ولا طموح. ما الحياة إذن؟ وما قيمة السنين التي نخلفها وراءنا؟ ما معناها وما جدواها؟ أننعم بقضائها أم هي التي تقضي علينا؟ هذه قصة شيخ كان فتى وكان صبيا، وعاش يرقب سير الأيام والليالي ويتأمل العواقب، ويحاول أن يثبت في كل مرحلة ما أصاب من لذة وألم. لقد أمسى حطام إنسان يستجمع في عناء ذكرياته التي تناثرت رغم حصرها وترقيمها تناثر الأشلاء. لم يبق من وجوده الطويل سوى أشرطة هينة، وهو لا يعرف نفسه خلالها في كل مرة، لأنه انحدر من عام إلى عام حتى هبط إلى هذه الحال من البؤس. لا يتحرج بيكيت من إبراز الإنسان في هذه الصورة المنفرة السلبية التي تتحلل فيها أنبل المشاعر إلى أخسها، وينكر أنصار الأخلاق الفاضلة وأصحاب المثل العليا هذا الانحطاط بالقيم، ويسفهون أدباء الطليعة ويرمونهم بالانحراف والشطط والبذاءة. ولكن أليست هذه صورة الإنسان الأحمق الذي دمر حياته وألغى وجوده منذ أن أشعل الحروب واصطلى بنيرانها؟ إنها حسرة على جيل مشرد ضائع تمرغ في الأوحال وسرت في عروقه سموم خبيثة، وبات يعاني من الحيرة والقلق ما يخنقه. حسرة على جيل يحتضر فقد مقوماته الإنسانية وأسف حتى بلغ وحشية الحيوان وشلل الجماد. أوليس فضح هذه البشاعة صرخة احتجاج رهيبة على ما آلت إليه البشرية في منتصف القرن العشرين؟ أليست إهابة بالمعاصرين للنهوض من الحضيض الذي أوشكوا على أن يفنوا في ظلامه الوخيم؟ لعل في هذا المعنى القاسي ما يرضي أولئك الحريصين على مبادئ الأخلاق. أما المحافظون في الفن فيستنكرون بدورهم جنوح كتاب الطليعة إلى تحطيم التقاليد المتبعة في التأليف وتفكيك أوصال المسرح والعبث بأشكاله الموروثة. أجل، إنه هدم وتفتيت، وقد يكون التحلل في الصياغة أبلغ تعبير عن انحلال المجتمع والشخصية والخلق، أي عن الموضوع الذي تعالجه أقلام الطليعة، لأنه داء العصر. وأصدق من يصف الداء بلا شك هو الذي لا ينظر إليه من الخارج ولا يصب ظواهره في تلك القوالب العتيقة التي تصدعت وانهارت، بل يستقصي واقعه المباشر
ويسجل كيف يسري أن يلتقط في كل لحظة دبيب الاضطراب وهو يعتور نفس الإنسان كما هو في اختلاطه بلا تنظيم يزيف حقيقته ولا زخرف يحجب عنا ما يدور في البؤرة. ستفجأ السامع عبارات ناقصة مبتورة متفرقة، إنها مجرد اقتناص لأحداث أو مشاعر، لا ربط ولا تمهيد، وإنما تتداعى المعاني في ذاكرة مشوشة مجهدة، فينقلها الصوت إلى الشريط، ثم ينقلها الشريط إلى السمع بمقتضى القوانين العلمية، قوانين الفسيولوجيا والطبيعة والميكانيكا. إن كراب يخاطبنا من خلال مكبر الجهاز أكثر مما يخاطبنا بلسانه. لقد كاد يختفي الإنسان، وهذه آية فنائه. أجل، إن مجابهة الإنسان بماضيه موقف درامي مؤثر، طالما استغله كتاب المسرح التقليدي بشتى الوسائل، ولا سيما بتدبير لقاء بين شخص وشخص. وهنا وسيلة حديثة هي آلة تسجيل الصوت، غير أنها أكثر من تجديد فني في الوسيلة، لأنها تحمل معها معنى خطيرا يقصده المؤلف، هو معنى انعدام الشخصية الأخرى وانطواء الإنسان على نفسه ووحدته الكاملة ويأسه المطبق عليه. كأن الحياة صحراء مقفرة لا حياة فيها، أو تقتصر حياة المتخبط فيها على الشعور بالعدم من حوله وانتظار الفناء. على أن لهذا الخليط من الذكريات أسلوبا يشبه أساليب الشعر، إنه من الناحية العلمية هذيان له مكانه، كاعترافات مريض بين يدي طبيب نفساني يحلل خواطره ويتتبع عقده ليكشف عن علته، ولكنه من الناحية الجمالية أقرب إلى القصائد الغنائية التي اعتاد الشعراء فيها مناجاة أنفسهم وبث شجونهم إذا أحسوا بالوحدة. وأما الحركة الدرامية التي ينبغي أن يتميز بها كل عمل مسرحي، فتتجلى هنا في الإيقاع الذي يبدأ بطيئا مع الحاضر الثقيل، ثم يسرع مع وخزات الضمير الشديدة، وينتهي بالحنين إلى هدهدة السعادة. كل دفعة من الماضي تنقل كراب إلى ماض أبعد، وهكذا حتى يجد الجزء الذي يتلهف عليه، وهنا قمة الأزمة، فيملي على شريطه الجديد تعليقه على مجموع الذكريات، غير أنه ينبذ حديثه العاجز ويستعيد في الختام تلك الفقرة القديمة التي يعتز بها ويتوق إلى عهدها. ونلاحظ مع هذا التنقل البارع بين الخواطر مزيدا مضطردا من الابتذال والسلبية، كلما اقتربنا من حاضر كراب تدهورا نلمسه في تهافت الألفاظ والمعاني، فمقاومة الشر تضعف والدمامة تطفح، والخير والجمال ينبخس قدرهما على مر الأيام. أنا أقول إن الإنسانية اليوم قد شاخت وتلفت مثل كراب، وإنها تحن إلى فردوسها المفقود بين سكرات اليأس. إن مأساة الإنسان على كل حال قد ترسبت في ضميره، فلعله يؤنبه ويردعه. أيها السادة، لنستمع سويا الآن إلى مسرحية الشريط الأخير. الشريط الأخير. الشريط الأخير مسرحية من فصل واحد من تأليف سامويل بيكيت وترجمة الدكتور أنور لوقا، يخرجها لكم نور الدين مصطفى. Thank you.
المنظر ذات مساء وعما قليل يتقدم الليل. حجرة كراب في مقدمة المسرح في الوسط، منضدة صغيرة ينفتح درجاها من ناحية القاعة. كراب جالس إلى المنضدة ووجهه نحو القاعة، أي من الناحية المضادة للدرجين. رجل عجوز متبلد، بنطلون ضيق أقصر مما يناسبه كالح السواد، صديرية بلا أكمام كالحة السواد، أربعة جيوب واسعة، ساعة ثقيلة من الفضة ذات سلسلة، قميص أبيض زنخ فكت أزراره عند الرقبة بلا ياقة، حذاء يثير الدهشة قذر البياض من مقاس 48 على الأقل، ضيق جدا ومدبب. وجه الرجل أبيض وأنفه ضارب إلى البنفسجي، شعر أشيب مشعث، لحية لم يحسن حلقها، قصير البصر جدا ولكن بلا منظار، ضعيف السمع، صوت مشقوق فذ، مشية عسيرة. على المنضدة جهاز من أجهزة تسجيل الصوت مزود بمايكروفون وعلب عديدة من الورق المقوى تحتوي على بكرات أشرطة مسجلة. المنضدة والحيز المحيط بها مباشرة يغمرهما نور ساطع، بقية المسرح يشملها الظلام. يظل كراب لحظة جامدا، ثم يصعد زفرة كبيرة وينظر إلى ساعته وينبش في جيوبه، يخرج منها مظروفا ثم يعيده وينبش من جديد ويخرج حلقة مفاتيح صغيرة ويرفعها إلى مستوى عينيه ويتخير مفتاحا وينهض ويذهب نحو وجه المنضدة، ينحني ويعالج قفل الدرج الأول وينظر داخله ويجيل فيه يده ويخرج منه بكرة يفحصها من قرب شديد ويردها ويعيد إغلاق الدرج بالمفتاح، يعالج قفل الدرج الثاني وينظر داخله ويجيل فيه يده ويخرج منه موزة غليظة يفحصها عن قرب شديد ويعيد إغلاق الدرج بالمفتاح ويعيد وضع المفاتيح في جيبه. إنه يستدير ويتقدم حتى حافة المسرح ويتوقف فيربط على الموزة ويقشرها ويضع القشرة تسقط عند قدميه ويضع طرف الموزة في فمه ويظل جامدا شاخصا إلى الفضاء أمامه، وأخيرا يقدم طرف الموزة ويحول اتجاهه ويأخذ في الذهاب والإياب على حافة المسرح في النور، أي بمقدار 4 أو 5 خطوات أو ما يزيد من كل ناحية، وهو يمضغ الموزة في روية ويطأ القشرة فينزلق ويكاد يسقط فيتماسك ويميل فينظر إلى القشرة وأخيرا يركلها بقدمه وهو ما زال مائلا على حافة المسرح فوق قوة الملقن. إنه يستأنف ذهابه وإيابه وينتهي من أكل الموزة فيعود إلى المنضدة ويجلس ويظل لحظة جامدا ويصعد زفرة كبيرة ويخرج المفاتيح من جيبه ويرفعها إلى مستوى عينيه ويتخير مفتاحا وينهض ويذهب نحو وجه المنضدة. إنه يعالج قفل الدرج الثاني
ويخرج موزة غليظة ثانية، يفحصها عن قرب شديد ويعيد إغلاق الدرج بالمفتاح ويعيد وضع المفاتيح في جيبه ويستدير ويتقدم حتى حافة المسرح ويتوقف، فيربط على الموزة ويقشرها ويقذف بالقشرة في الحفرة ويضع طرف الموزة في فمه ويظل جامدا شاخصا إلى الفضاء أمامه. أخيرا تخطر له فكرة فيضع الموزة في أحد جيوب صديريته ومنه يبزغ طرفها، وبأقصى ما يستطيع من سرعة يمضي إلى مؤخرة المسرح في الظلام 10 ثوان. صوت سدادة زجاجة تفتح 15 ثانية، يعود إلى النور حاملا سجلا قديما ويجلس إلى المنضدة، يضع السجل على المنضدة ويمسح فمه ويمسح يديه في صديريته ويصفقهما ويفركهما. يميل على السجل، يقلب الصفحات، يجد رقم القيد الذي يبحث عنه ويقرأ: غلبة 3 بكرة 5. يرفع رأسه ويثبت بصره أمامه في تلذذ. بكرة يا بكرة. ابتسامة هانئة. يميل على المنضدة ويبدأ النبش في العلب وهو يفحصها من قرب شديد. علبة 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 3 4 2 9. بسم الله. 7. أيتها الخبيثة الصغيرة. يتناول علبة يفحصها من قرب شديد. علبة 3 3. يضعها على المنضدة، يفتحها وينحني على البكرات التي تضمها. بكرة. ينحني على المسجل. 5. ينحني على البكرات. 5 5. يا بنت الأوباش. يضعها على المنضدة ويعيد إغلاق علبة 3 ويضيفها إلى الأخريات ويتناول البكرة. علبة 3 بكرة 5. ينحني على الجهاز، يرفع رأسه بتلذذ. يا بكرة. ابتسامة هانئة. ينحني ويثبت البكرة على الجهاز ويفرك يديه. ينحني على السجل ويقرأ المرقوم في أسفل الصفحة: أمي في سلام أخيرا. الكرة السوداء. يرفع رأسه، ينظر إلى الفضاء أمامه مستثارا. كرة السوداء. ينحني من جديد على السجل ويقرأ: الخادمة السمراء. يرفع رأسه ويسترسل في حلم، ثم ينحني من جديد على السجل ويقرأ: تحسن طفيف في الحالة المعوية، جدير بالذكر. ماذا؟ يدني عينيه ويقرأ: استواء الليل والنهار. استواء في الليل والنهار، جدير بالذكر. يرفع رأسه وينظر إلى الفضاء أمامه مستثارا. استواء في الليل والنهار، جدير بالذكر. فترة سكون. يهز كتفيه وينحني من جديد على السجل، يقرأ: وداع لله. يقلب الصفحة. حب. يرفع رأسه ويسترسل في حلم، ثم ينحني على الجهاز فيديره.
ويتخذ هيئة من ينصت، أي قد مال جذعه إلى الأمام واعتمد مرفقاه على المنضدة، وامتد الطرف المدبب من قبضة يده ناحية الجهاز وهو متجه إلى القاعة، وينبعث من الشريط صوت قوي فيه شيء من وقار، وهو بجلاء صوت كراب في حقبة غابرة. 39 عاما اليوم وأنا متين مثل ال... وإذ يحاول أن يجلس جلسة مريحة يسقط إحدى العلب فيسب ويقفل الجهاز ويزيح بعنف العلب والسجل فتهوي على الأرض، ويرجع الشريط إلى نقطة بدايته ويدير الجهاز ويستعيد جلسته. 39 عاما اليوم وأنا متين مثل القنطرة فيما عدا نقطة ضعف القديمة، وفكريا لدي الآن كل الدلائل التي تجعلني أظن أنني قد بلغت قمة الموجة أو كدت أبلغها. احتفلت بالمناسبة الجليلة مثل جميع هذه السنوات الأخيرة بصورة هادئة في الحانة، لا أحد، لبثت جالسا أمام نار المدفأة مغمض العينين أفصل الحب عن القش، ألقيت بعض المذكرات على ظهر غلاف، ساعدت بالعودة إلى حجرتي وإلى ملابس القديمة، أكلت الآن ويؤسفني أن أقول ذلك 3 موزات، ولم أمتنع الرابعة إلا بمشقة. سم بالنسبة لمن كان في مثل حالتي، ينبغي الإقلاع عن هذا. الإضاءة الجديدة فوق منضدتي تحسين كبير، مع كل هذا الظلام حولي يقل شعوري بالوحدة. من وجهة نظر معينة أحب أن أنهض لكي أقول فيه جولة ثم أعود هنا إلى نفسي. أنا كراب، ترى إني أتساءل ماذا أعني بذلك. أعني أظن أنني أعني تلك الأشياء التي تظل ذات بال بعد أن يزال كل التراب، بعد أن يزال كل ترابي. إني أغمض عيني وأجهد في أن أتخيلها. صمت غير عادي هذا المساء، أمد أذني ولا أسمع نفسا. إن الآنسة مجلوم تغني دائما في هذه الساعة، ولكن ليس هذا المساء، أغنيات من أيام أن كانت شابة فيما تقول، من العسير تخيلها شابة، عجوز رائعة مع ذلك، من إقليم الكونوت يلوح لي. هل سوف أغني عندما أبلغ مثل سنها؟ لو بلغت يوما مثل سنها، وهل كنت أغني عندما كنت فتى يافعا؟ لا. هل غنيت في يوم من الأيام؟ لا. فرغت الآن من الاستماع لسنة قديمة فقرات بالصدفة، لم أحقق في الدفتر، ولكن هذا لابد يرجع بنا 10 سنوات أو 12 سنة إلى الوراء على الأقل. أظن أنني في ذلك الوقت كنت لا أزال أعيش مع بيانكا في شراكة، أعني على فترات عارضة. خلصت من ذلك، ألا تبا له من عهد كان بلا أمل، لا شيء يذكر عنها في
فيما عدا تحية لعينيها، تحية حارة. رأيتهما من جديد فجأة، لا مثيل لهما. على كل حال، كرب هذه الذكريات التي أستخرجها من قبورها، ولكني كثيرا ما أجدها. كراب يقفل الجهاز ويسترسل في حلم ثم يدير الجهاز. نافعة قبل أن أندفع إلى جديد من العودة للوراء. من العسير أن أصدق أنني كنت يوما ذلك الولد الأبله. هذا الصوت يا يسوع، وهذا الطموح، وهذه القرارات، لا سيما الإقلال من الشراب. إحصاءات 1700 ساعة مقابل 8000 نيف السابقة التي تبخرت بأجمعها في محال بيع الخمور، أكثر من 20%، لنقل 40% من حياة سهره. خطط من أجل حياة جنسية أقل امتصاصا. مرض أبيه المرض الأخير، كلل متزايد في السعي وراء السعادة، إفلاس المسهلات، سخرية مما يدعوه شبابا، ورفع فروض الحمد لأنه انتهى. نشاز هنا، شبهة من الافتخار بالمآثر، وفي الختام عواء موجه للعناية الإلهية. ماذا بقي من كل ذلك البؤس؟ مومس في معطف رث أخضر على رصيف محطة؟ لا، حينما أنظر. كراب يقفل الجهاز ويسترسل في حلم وينظر إلى ساعته وينهض. إنه يمضي إلى مؤخرة المسرح في الظلام. 10 ثوان، صوت سدادة زجاجة تفتح. 10 ثوان، سدادة ثانية. 10 ثوان، سدادة ثالثة. شذرة مفاجئة من غناء مرتعش. الظل يهبط من جبالنا، وجرقة السماء سوف تعتم، والضجيج يسكت. تنتابه نوبة سعال، يعود إلى النور فيجلس، يمسح فمه ويدير الجهاز مرة أخرى، ويستوي من جديد في وضع الإنصات. إلى الوراء نحو السنة الماضية بشيء كما أرجو من نظرة القديمة. هناك طبعا البيت المطل على التراب، حيث انطفأت حياة أمي في أواخر الخريف بعد طول الترمل. كراب يقفل الجهاز ويسترجع البكرة قليلا، ويدني أذنه من الجهاز ثم يديره من جديد. انطفأت حياة أمي في أواخر الخريف بعد طول الترمل. كراب يقفل الجهاز ويرفع رأسه شاخصا إلى الفضاء أمامه،
تتحرك شفتاه بلا صوت وهما تؤلفان مقاطع ترمل. ينهض ويمضي إلى مؤخرة المسرح في الظلام. ويعود بمعجم ضخم. يجلس ويضعه على المنضدة ويبحث عن الكلمة. حالت أو معيشة من يكون أو يظل أرملا أو أرملة من يكون أو يظل. سكون. ينحني من جديد على المعجم يقلب الصفحات. أرمل ترمل. حجب الترمل الكثيفة يقال أيضا للحيوان وخاصة للطائر الطائر الأرمل أو مالك الحزين لذكوره ريش أسود. الطائر الأرمل. سكون. يقفل المعجم ويدير الجهاز ويستوي من جديد في وضع الإنصات. أريكة قرب المجرى كنت أستطيع منها أن أرى زجاج نافذتها. كنت أظل هناك جالسا في الريح النافعة أتمنى أن تنتهي. لا أحد تقريبا، بضعة رواد فقط، خادمات، أطفال، شيوخ، كلاب. على مر الأيام عرفتهم حق المعرفة، أعني عرفت وجوههم طبعا. أذكر خصوصا فتاة حسناء سمراء، كلها من بياض ونشاء، صدر لا مثيل له. كانت تدفع عربة أطفال كبيرة سوداء السقف، ما أشبهها بمركبة جنائزية. كلما نظرت ناحيتها وجدت عينيها علي، ومع ذلك فعندما تجرأت وخاطبتها دون أن يقدمني أحد هددت باستدعاء شرطي كأنما كنت أريد النيل من شرفها. يا لوجهها، يا لعينيها، كأنهما الزبرجد. ما علينا، كنت هناك حينما. كراب يقفل الجهاز، يسترسل في حلم، ثم يدير الجهاز من جديد. هبطت الستارة، قماش من ذلك النوع البني القذر الذي يلتف. كنت هناك منشغلا برمي كرة لكلب صغير أبيض، هذا حدث بالصدفة. رفعت رأسي، الله يعلم لماذا، وإذا بالأمر قد انقضى، مسألة وانفضت أخيرا. لبثت هناك بضع لحظات أخرى جالسا على الأريكة والكرة في يدي والكلب يعوي عليها ويستجديها بقدمي. لحظات، لحظاتها هي، ولحظاتي أنا، ولحظات الكلب. في الختام أعطيته إياها فأخذها في فمه برفق برفق، كرة صغيرة من المطاط، قديمة، سوداء، ممتلئة، مكتنجة. سوف أحسها في يدي حتى يوم مماتي. كنت أستطيع أن أحتفظ بها لكني أعطيتها الكلب. ما علينا، روحيا سنة لا يمكن أن يوجد أشد منها سوادا وإملاقا. حتى كانت ليلة مارس تلك الباقية الذكرى في آخر اللسان في مهب العاصفة، لن أنسى أبدا ليلة جلا كل شيء لي. الرؤيا أخيرا، ها هو ذا ما أحسب أنه يجب علي تسجيله قبل كل شيء،
هذا المساء وحفظه ليوم سيكون فيه نشاطي قد خمد، والذي ربما لم يبق فيه لي أي ذكرى حلوة أو مرة للمعجزة التي للنار التي أضرمتها. إن الذي فجأة رأيته حين ذاك هو أن العقيدة التي سارت على هديها كل حياتي ألا وهي كراب نافذ الصبر يستوقف الجهاز، يطلق البكرة إلى الأمام، ثم يدير الجهاز. صخور ضخمة من الجرانيت والزبد يتدفق في ضوء المنارة، ومقياس الريح يدوم كالمروحة. لقد وضح لي أخيرا أن الظلام الذي دأبت دائما على طرده إنما هو في الواقع أفضل ما عندي منه. كراب نافذ الصبر يستوقف الجهاز ويطلق البكرة إلى الأمام ثم يدير الجهاز. وصل لا ينفصل حتى آخر أنفاس العاصفة والليل بنور الإدراك والنار. كراب يسب ويوقف الجهاز ثم يطلق البكرة أماما ويدير الجهاز. وجهي في نهديها ويدي عليها، مكثنا هناك عاقدين بلا حراك، ولكن من تحتنا كان كل شيء يتحرك ويحركنا في رفق من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى آخر. بعد منتصف الليل ما سمعت في حياتي صمتا كهذا، كأن الأرض غير مسكونة. هنا أختتم. كراب يوقف الجهاز ثم يرجع البكرة إلى الوراء ويدير الجهاز. أعلى البحيرة بالزورق سبحت قرب الشاطئ، ثم دفعت الزورق إلى عرض الماء وتركته ينساب على هواه. كانت راقدة على ألواح القاع وقد وضعت يديها تحت رأسها وأغمضت عينيها، شمس ملتهبة وهمسة من النسيم، وللماء ما أحب من خرير. لاحظت خدشا على فخذها وسألتها كيف أحدثته بنفسها. أجابتني وهي تجني علب الذئب. قلت أيضا إن الأمر يبدو لي بلا أمل ولا جدوى من الاستمرار، فأومأت بنعم دون أن تفتح عينيها. سألتها أن تنظر إلي، وبعد بضع لحظات فعلت، لكن بعينين كأنهما شقان بسبب الشمس. انحنيت عليها لتصبح في الظل فانفتحتا، أذنتا لي بالدخول. كنا ننساب بين القصب وانحبس الزورق. ما أروع ما كانت الأعواد تنثني متنهدة أمام المركب. اندلقت عليها، وجهي في نهديها ويدي عليها، مكثنا هناك عاقدين بلا حراك، ولكن من تحتنا كان كل شيء يتحرك ويحركنا في رفق من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى آخر. بعد منتصف الليل ما سمعت في حياتي. كراب يستوقف الجهاز
ويسترسل في حلم. أخيرا ينبش في جيوبه فيلتقي بالموزة ويخرجها ويفحصها عن كثب ويعيدها وينبش من جديد فيخرج المظروف وينبش من جديد ويعيد المظروف وينظر إلى ساعته وينهض فينصرف إلى مؤخرة المسرح في الظلام. 10 ثوان صوت زجاجة تقرع كوبا ثم صوت ماء غزير فائر. مرة أخرى تقرع الزجاجة الكوب لا غير. 10 ثوان يرجع بخطى مترنحة إلى النور ويقصد وجه المنضدة. يخرج مفاتيحه ويرفعها إلى مستوى عينيه ويتخير مفتاحا ويعالج قفل الدرج الأول. ينظر داخله ويجيل فيه يده فيخرج منه بكرة يفحصها من قرب شديد ويعيد إغلاق الدرج بالمفتاح ويعيد المفاتيح إلى جيبه ويذهب للجلوس. ينزع البكرة من الجهاز فيضعها على المعجم ويثبت البكرة الخام على الجهاز ويخرج المظروف من جيبه فيقرأ المكتوب على ظهره ويضعه على المنضدة ويسترسل في حلم ويدير الجهاز. يجلو حنجرته ويبدأ التسجيل. فرغت الآن من سماع هذا الولد الأبلاه الذي كنت أحسبني إياه منذ 30 سنة مضت. من الصعب أن أصدق أنني كنت يوما أحمق إلى تلك الدرجة. هذا على الأقل قد انتهى والحمد لله. يا لعينيها. يسترسل في حلم ثم يدرك أنه آخذ في تسجيل الصمت فيوقف الجهاز ويسترسل في حلمه. وأخيرا كل شيء كان هناك كل يدرك أن الجهاز لا يدور فيديره. كل شيء كان هناك. جيفة هذا الكوكب العجوز برمتها. كل نور وظلام وجوع وتخمة الأجيال. نعم نعم يتخلى عن هذا يا يسوع. كان يمكن أن يشغله هذا عن دراسته العزيزة يا يسوع. ما علينا، ربما كان محقا، ربما كان محقا. يسترسل في حلم يدرك ذلك، يوقف الجهاز، يلقي نظرة على المظروف. روح. يعركه ويلقيه. يسترسل في حلم يدير الجهاز من جديد. ليس عندي ما أقوله ولا بم. ماذا تعني اليوم سنة؟ براز أعيد مضغوه وأبغر مسدود. تذوقت كلمة بكرة. يا بكرة
أسعد لحظة في 500,000 الأخيرة. 17 نسخة بيعت منها 11 بسعر الجملة لمكتبات البلديات فيما وراء البحار، في طريقي لأن أصبح شخصا مهما. جنيه وستة شلينات وبضعة بنسات، ربما 8. جررت نفسي إلى الخارج مرة أو مرتين قبل أن يثلج الصيف. مكثت جالسا أرتعش في الحديقة غارقا في الأحلام، متحرقا أن أخلص من الدنيا. لا أحد. أوهام أخيرة تطرد. فقأت عيني في قراءة قصة إيفي على وعلى ما أنا فيه، وبدموع على وعلى ما أنا فيه. إيفي، كان في استطاعتي أن أكون سعيدا معها هناك على بحر البلطيق بين شجر الصنوبر والكثبان. لا، وهي روح فاني. جاءت مرة أو مرتين، شبح بغي شمطاء يلوح هيكلها العظمي. لم أستطع أن أفعل شيئا أذكر، لكن بلا شك أحسن من ركلة فيما بين الساقين. المرة الأخيرة كان لا بأس بها. قالت لي: كيف تدبر أمورك في سنك هذا؟ وأجبتها بأني حفظت لها نفسي طول حياتي. حضرت صلاة المساء مرة كما كنت أفعل حين كنت ألبس البنطلون القصير. الظل يهبط في جبالنا، وزرقة السماء سوف تعتم، والضجيج يسكت في حقولنا، وكل شيء في سلام. سرعان ما يرقد. نعست وسقطت من فوق الأريكة. تساءلت أحيانا في الليل: ترى هل يؤدي بذل مجهود أخير إلى كفى؟ أفرغ زجاجتك وارمي نفسك في السرير. استأنف هذه الحماقات غدا، أو قف عند هذا الحد منها. قف عند هذا الحد منها. استوي هناك في الظلام مسندا ظهرك إلى الوسائد، وتشرد. كن من جديد في الوادي الصغير عشية عيد الميلاد، منصرفا إلى قطف الآس ذي الحبوب الحمراء. كن من جديد فوق الكروجن صباح يوم أحد مع الكلبة. توقف وأنصت للأجراس، وهكذا كن من جديد. كن من جديد. كل هذه النكبة القديمة
لم تكفك مرة واحدة انطلق عليها. سكون طويل ينحني فجأة على الجهاز. أيضا إن الأمر يبدو لي بلا أمل ولا جدوى من الاستمرار، فأمات بنعم دون أن تفتح عينيها. سألتها أن تنظر إلي، وبعد بضع لحظات فعلت، لكن بعينين كأنهما شقان بسبب الشمس. انحنيت عليها لتصبح في الظل، فانفتحتا، أذنتا لي بالدخول. كنا ننساب بين القصب وانحبس الزورق. ما أروع ما كانت الأعواد تنثني متنهدة أمام المركب. اندلقت عليها، وجهي في نهديها ويدي عليها. مكثنا هناك راقدين بلا حراك، ولكن من تحتنا كان كل شيء يتحرك ويحركنا في رفق، من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى آخر. بعد منتصف الليل ما سمعت في حياتي صمتا كهذا، كأن الأرض غير مسكونة. هنا أختتم هذا الشريط. علبة 3، بكرة 5. لعل أحسن سنواتي قد انقضت، أيام كانت لا تزال أمامي فرصة للسعادة، لكني ما عدت أريدها لو أتيحت. لن أريدها الآن وفي نفسي هذه النهار. لا، ما عدت أريدها. كراب يظل جامدا شاخصا إلى الفراغ أمامه، ويواصل الشريط دورانه في صمت. من مسرح الطليعة قدمنا لكم أيها السادة مسرحية الشريط الأخير. الشريط الأخير مسرحية من تأليف سامويل بيكيت وترجمة الدكتور أنور لوقا. قام بتمثيل دور كراب حمدي غيث. المسرحية من إخراج نور الدين مصطفى.